كم من سنن حتى في الجمعة، في يوم الجمعة كم من سنن ضائعة. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأكثروا، ينادينا ويقول أكثروا من الصلاة علي فيه فإنه تعرض علي صلاتكم. أمران تأملهما. الأمر الأول، هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وله عليك الحق العظيم بعد حق الله عز وجل، يقول لك أكثر من الصلاة عليه. ما سألك الدنيا ولا سألك أمر من حطامها الفاني، قال لك أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هل تنسى هذه الوصية؟ هل يليق بك؟ وخاصة إذا كنت طالب علم تجلس في بيتك، ما يسمع منك ولدك في يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يجلس الشخص مع أولاده يوم الجمعة ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الجمعة وداخل الصلاة، والباقي الله المستعان. ونقولنا طلاب علم أننا أهل سنة وأننا أهل، وتجد الواحد منا من أضيع ما يكون للسنة. أكثروا علي من الصلاة فيه. ثانيا يقول فإن صلاتكم معروضة عليه. تأمل إذا جاء يوم الجمعة عرضت صلاة الأمة عليه وما وجد فلان ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ترضى هذا لنفسك؟ بدل جمعة مباركة وبدل هذه الأمور التي ليس لها أصل، أحيي السنة، تعال بين الناس يوم الجمعة وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد بطريقة تدل فيها الناس على الهدي. ترى إنسان غافل تقول له ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمه سنة، كم لك من الأجر إذا علمته. لو أن ولدك أفاق يوم الجمعة وهو يراك كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منك هذه السنة فأصبح يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ضرب بها عظمة لسانه إلا كان لك مثل أجري. ولو تعلمها منه أبناؤه، ولو تعلمها منه جيرانه وإخوانه، لك مثل أجوره. من دعا إلى هدى، من سن في الإسلام سنة حسنة، بدل هذه الخزعبلات جمعة مباركة وكذا، نبحث عن الأشياء التي في ديننا وشرعنا نكون بها أمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإن من هذه الأمة من جعله الله إماما للمتقين. ولن تكون إماما للمتقين بالقدوة ولا بحسبك ولا بنسبك ولا بلونك، ولكن بالعلم والعمل. هذه السنن الضائعة، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، تعلمها أولادك، تعلمها أهلك، هذه هي السنن. وغيرها من السنن الواردة تحافظ عليها، التبكير إلى صلاة الجمعة، الغسل والاغتسال والمشي وترك الركوب وغير ذلك من السنن. هذا هو الذي يحتاجه المسلم أن يعمله، أن يعلمه ويعلمه ويكون قدوة للغير فيه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم.